شلونك عمو؟ هلا يابا. تحية إليك أستاذ خطاب. حياك. والكادر وقناتكم المحترمة. بالخدمة. وأتمنى أطلع بها من زمان هسه عن طريق الصفة سبحان الله. بالخدمة. الله يبارك فيك رحم الله والديك. هي قناة الفقراء الناس الضعفاء. عندنا عقار مزور من 2014 قام بالتزوير فواز نايف أبو يوسف يداوم جامعة بغداد مسؤول أمنية مسؤول قسم المتابعة بقسم المتابعة بجامعة بغداد. هسه من 2014 هسه هو صار له سنة طالع تقاعد ما أعرف شنو ما أعرف المهم فصاحب علاقات اشتكيت عليه وتزوير مبين وين ما أروح بتليفون صغير نسيت ما حد يزكي أبد وصاحب علاقات من ولد المسؤولين وولد الشخصيات وهم نفسهم الشخصيات صاحب علاقات بهم فوين ما أروح ما أثر عليه ما أنا لا عندي أقدم يعني شكل محامي احط محامي ولا عندي امكانيات هم انطي رشوه مثله يكون مثل الاسلحه هو يضخ وانا اضخ وعلاقات زين هو هناك فواز ابو يوسف يعني تصور فالشغلات هزيله ومع الاسف مضحكه او تقهر هو هناك فواز ابو يوسف هو بس وبالمنطقه اسمه فواز خرابه يعني هذا شلون قضاء وشلون تحقيق اللي فواز خرابه يسيطر على التحقيقات ويتحكم بالتحقيقات ناشدت القضاء من 2014 لهسه يعني واكثر شيء واقفه بالضد مني يسموها ست احلام مسؤوله الاعلام مال دكتور فايق زيدان وردت اقابله اكثر من مره وصلت يمه وما خلتني تقول لي روح قدم طلب واشرح مشكلتك واحنا نتابعها قلت لها قدمت وما فاد هذا الحكي فالى متى اني ابقى هيك والعمر ما بيهاك والله العظيم والله العظيم والله العظيم هاي نوب شكل عندي مرض اورام بالبروستات اورام سرطانيه زين انا من هذا احصل لي حقي على مود شويه مثل ما يقول ارتب نفسي صحتي النوب طلع لي ورم سرطاني زين والله هاي تقارير يعني مو اكذب عليك هاي فالحل شنو هو؟ وهي 10 سنين ناشد بالقضاء وماكو، احنا ما عندنا قضاء. الفقير ما حد يسال عليه ولا حد يوصل ومنك من الباب ما حد يخليه يطب، المسؤول ادري. محمد اشرف خلق الله باب المسجد الشريف ماله للرايح والجاي يطب على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويحكي مشكلته، يحكي سره، يحكي فتوته، يحكي اي شيء يريد، يحكي حاجته. امير المؤمنين علي بن ابي طالب هذا الرجل العظيم يقابلوه بخمس دقائق. بعد الصلاة يا أمير المؤمنين عندي فلان شغلة وعندي فلان حاجة وعندي فلان سر ويحكي للأمير المؤمنين احنا فايق زيدان فاق ذولا صدق فايق فاق الرسول وفاق علي بن أبي طالب وفاق الحسين بكبرياء يعني أدري شنو يعني انت باكر الله شو تقول له من آني وغيري ما تفض حاجتنا وبعدين السكت عن الظلم وعن أكل حق العالم هو شريك بالظلم وشريك بالباطل وشريك بالسرقة وشريك بالتزوير هذا صح لو غلط دا احكي لو دا يعني احكي مو خش احكي على المسؤولين يعني وين نروح يعني صار حالنا احكي لك فت قصة صغيرة ممكن تسمعها والمجتمع يسمع يعني صارت قصتي وقصة المواطنين مثل قصة امرأة محترمة هاي الامرأة في احد الليالي حست على صوت غريب بالبيت مالتها قامت تفقدت البيت ايش لقيت لقيت حراميه دي يسرقون بالبيت بالحلال بالمال اجت على زوجها تقعد بيه فلان ابو فلان صوت هادئ اقعد اقعد ما يقعد ابو فلان شنو طوله منا لهناك الشواربه لهنا الكرش ماله متر الشخير ماله واصل ذاك الصوب وتقعد بيه ما يقعد رجعت اتاكد بعدهم يبوقون رجعت عليه قامت تقول له اقعد لابو الغيره قامت تستنجد بيه حالنا ومالنا تفرهد اقعد لابو الغيره قامت تنخبيب ابو الغيره اخير شيء راحت لقت الحال والمال كله انسرق وراح فرجعت عليه ايش قالت له؟ قالت له نايم يا شريف الصوف نايم والبعوره تحوف نايم يا شريف الصوف نايم والبعوره تحوف والما بخير نومه اخير والما بخير نومه اخير لو حكومتنا وقضانا بيه خير ودز عليه وشوف مشكلتي لو اي واحد منهم حاله حال شريف الصوف صح لو غلط عمو احكي انت ابو صح لو غلط لو واحدهم شريف صوف لو واحدهم يدز علي ويفتح تحقيق بالصغيره والكبيره وعندي مستمسكات على السرقات وعلى التلاعب واني اشكرك ورحم الله والديك كل المستمسكات عندك هو شنو مستمسكاتي كل المستمسكات واخرا مستمسك مقدم بشرطه البياع مقدم بدل اوراق بينما قدم الطلب للقاضي ورجعت قالت له اوراق مبدله
هو انت وين تحكي؟ مو اقول لك فوضى صايره يا عمو. شو اسمك انت حجي؟ انا اسمي استغفر الله العظيم. شو اسمك؟ اسمي محمد. محمد. هاي يا محمد وش؟ رقمك؟